اهلا بيكم في الفقره الثانيه من برنامج تحيا الستات، والفقره الاكثر اهميه لكل ست بتشوفنا ومتابعه برنامجنا النهارده، مع الجميله ام روح جميله ام ظل خفيف، ملكه الشياكه وملكه الاناقه حبوبه. اهلا بيك يا حبوبه، منورانا النهارده. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ميرسي. اهلا بيك يا قمر. اهلا بيك حبوبه. النهارده هتكلمنا على العنايه بالبشره، وازاي نعرف نوع بشرتنا وازاي نقدر نتعامل معاها. تمام حبوبة، في البداية عايزة أعرف منك يا جميل إزاي أعرف نوع بشرتي، وبناء عليه أنا عرفت نوع البشرة أتعامل معها إزاي بالصبح وبالليل. أكيد الصبح غير بالليل، يعني أنا الأول عرفت طبعًا نوع بشرتي أعرفها إزاي؟ بصي، تعرفي بالبشرة طبعا يا إما بشرة دهنية يا إما بشرة جافة يا إما بشرة حساسة. تعرفي إزاي إن بشرتك دهنية أو جافة؟ الدهنية هتلاقيها لما بتنامي، لما تصحي الصبح هتلاقي فيه كانها مزيته، شيلي بالمعلقه كده. ده كانها مزيته. لو خرجتي طبعا الكلام ده لو احنا مش بنتبع الـ يعني مش بتقفلي المسام مظبوط، يعني اللي بشرتها دهنيه يعني مش محافظه عليها، لو هي ما بتعملش اي حاجه خالص طبيعيه هتلاحظ اللي انا بقول لها. تمام عليه ده اللي هو هتنام تقوم تلاقي مزيته بشرتها. هتلاقيها بتلمع لما تخرج، البشره بتلمع، هتحسي انها حط عليها زيت او حط عليها حاجه. دي البشره الدهنيه. الجافه هتلاقيها مقشره مقشره وتعمل قشر، تحسي ان هي عامله لها صنفاره مثلا او حاجه زي كده. تمام. الحساسه بتحمر، يعني لو خرجت في الشمس تحمر جدا وتلتهب يعني. تمام. ولو في البرد نفس الكلام، يعني هي الحساسه مش بس تحمر في الشمس، لا الحاجه الساقعه زي الحاجه السخنه بالنسبه للبشره. تمام. الحساسه. تمام. يعني في بشره برضو تالته، في بشره أنا مختلطه بالظبط اللي هي يعني جافه، مناطق جافه. انا بعاني من المشكله دي فعلا، مناطق جافه شويه ومناطق تحس ان هي بتلمع. الدهون بتبقى في حرف التي. تمام. طب علاج البشره المختلطه ايه بقى؟ بصي، علاج البشره المختلطه شويه بتحتاجي فيها مجهود. اولا الغسول. الغسول مهم جدا، ان هو هقول لك الاول البشره، خلينا نتفق بس ان الغسول. طب ناخدهم بشره بشره يا حبوبه. بالظبط. طيب نبدا بالبشره الدهنيه. البشره الدهنيه شويه تستخدم غسول فيه احماض، يكون حمضي. يعني ما يكونش كريمي. تمام. ما يكونش كريم عشان ينشف اللمعه والدهون. بالظبط كده. تمام. العكس، البشره الجافه الغسول بتاعها تشتري كريمي. يكون كريم يرطب شويه. بالظبط. تمام. البشره الدهنيه كمان لما تيجي تعمل بالغسول مش شرط خالص انها تشطفه بالميه بعد كده. بعدها ممكن تسيبه. معقول. انما قصدي البشره الجافه، يعني البشره الجافه لو عملت بالكريمي ده مش لازم ان هي ولا تغسله وتحط مرطب افضل. لا. ممكن تعمل ده بس انا بقول لك انه مش لازم. تمام. انما البشره الدهنيه العكس. لو غسلت بالغسول لازم تغسله. تمام. اوكي. تمام. انما البشره المختلطه بقى بجيب الغسول بتاع البشره اللي هو اللي فيه احماض، وانما ما احطوش على البشره كلها، بحط على مناطق حرف التي اللي بتقولي عليه. يعني في ناس كتير بتستخدم الغسول غلط. تحط الغسول ويلا يلا، وحتى على حوالين العين ما ينفعش، وتشطف ما ينفعش الكلام ده. الغسول بقطنه وبتحط على حرف التي. الغسول هو يا حبوبه اللي فيه رغوه، اللي هو بيعمل زي الصابون الحمضي. الحمضي عادي جدا. اوكي. بتحطه على الجزء بتاع اللي هو الغسول بتاع البشره الدهنيه. تمام. لو حرف التي زي ما حرف التي. حبوبه بتقول كده، بحط هنا واسيبه دقيقه. تمام. وبعد كده ما خلاص ما بجيش جنبه، بشطف على طول. هو الباقي بتاعه اوريدي بيغسل لي البشره بالميه. مجرد ما انت ما بحطش ابدا الغسول على بقيه البشره. تمام. ده بالنسبه للدهنيه. ده بالنسبه للحساسه بقى. الحساسه بتبقى محتاجه الغسول اللي هو جل، لا كريمي ولا فيه احماض. تمام. بتبقى حاجه معتدله كده، لان هي بشره حساسه ممكن تتحسس وتحمر من اقل حاجه. فهي محتاجه شويه الحاجه اللي هو الغسول اللي بيبقى شفاف وجل، عامل زي الصبار. تمام. جل. تمام. ده اوريدي عايزه تحطه على بشرتها. طيب في غسول يا حبوبه اللي هو بيبقى زي السكراب، يعني مقشر وغسول في نفس الوقت، تنصحي بيه ولا بلاش؟ السكراب، الحاجات اللي بتبقى فيها سكراب دي لازم تبقى مكتوب عليها لما نيجي نشتريها، تبقى مكتوب عليها دايلي. ايه؟ دايلي، بتاعه كل يوم. تمام. ضروري. ليه؟ هم بيبقوا عاملين حسابهم ان الحبيبات دي بتبقى رفيعه، يعني خفيفه على البشره. تمام. لان التقشير اللي انا بعمله كل يوم، لو التقشير بمعنى التقشير بتاعي اللي هو قوي، لا يأذي البشره طبعا. تمام. لكن لو هو دايلي اوكي. وطبعا اصحاب البشره الدهنيه هم بس اللي بيستخدموه.
تمام. الجافه لا، او الحساسه لا، والمختلطه برضو لا. والمختلطه لا، معلش انا بكلمك بشكل شخصي شويه حبوبه يعني. لا 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 عادي. طيب هنتكلم، هل نوعيه البشره بتختلف مع العمر والوقت؟ طبعا نوعية العمر طبعا بيأثر، يعني كل ما كبرنا في السن كل زي أي حاجة بتستهلك. بالظبط، يعني هي وظائف الجسم كلها مش بس البشرة بالزبط. ولا الشعر ولا. لا، هو وظائف الجسم كلها لما بنكبر في السن بتقل كفاءتها، بتعجز معنا عادي جدا. فالسن طبعا عامل أساسي. بس أوكي. تختلف من نوع للتاني، يعني مثلا تبقى بشرة دهنية تصبح مع السن بشرة حساسة ولا ده ما بيحصلش؟ لا، ممكن تحصل طبعا. لأن هي أصلا دهنية أو جافة أو حساسة، ده أنا ممكن الاستخدام اليومي بتاعي يغيرها. تمام. يعني لو هي بشرة حساسة وأنا بعتني بيها كويس وأنا واخدة بالي منها وأنا ما بحطلهاش الزيوت مش مناسبة، تصبح بقى بشرة معتدلة ساعتها. بالظبط كده. تمام. بتبقى البشرة كويسة يعني. تمام. وكمان البشرة الدهنية نفس الكلام، لأن هي مشكلة البشرة الدهنية إن المسام واسعة. لو أنا حافظت على بشرتي وخليت المسام دايما مقفولة مش هلاحظ. طب بإيه يا حبوبة؟ يعني انصحي أي بنوتة قاعدة بتتفرج علينا دلوقتي لو بشرتها دهنية وبتطلع حبوب وزي ما أنت بتقولي على طول فيها لوك اللي هو اللي بيلمع ده، إيه المواد القابضة اللي ممكن تقدر إن هي تقفل المسام للبنوتة دي؟ هقولك، أول حاجة التونر مهم جدا، ان انا بعد ما اغسل وشي بالغسول بتاعي. تمام. معظم البنات يعني بيغسلوا وشهم وخلاص يخرجوا. ما ينفعش، انا لازم اقفل المسام. تمام. كمان لما اجي اعمل تنظيف بشره، بيعملوا تنظيف بشره، انا ما هو انا زي ما بفتح مسام بشرتي لازم اقفلها. ما ينفعش ان انا افتح مسام البشره عشان انضفها وما اقفلهاش واخرج بيها تاني من التراب، فتعمل مشكله. دي ممكن تبقى بشرتك عاديه جدا وانت اللي تفتحي المسام وانت اللي وظي بشرتك بنفسك. صح. لانك فتحتي نظفتي بالبخار وبعد كده ما قفلتيش تاني. تمام. وبعدين مهم ان لو انا مش عارفه اعمل ايه، على فكره الليمون من الحاجات الممتازه. حلو. بس ذوات البشره الحساسه بلاش الليمون. طيب عندك طيب. ميه الورد. البشره الحساسه بتميل للاحمرار دايما ولا مش شرط؟ لا، بتميل بتحمر. بتحمر دايما. لانها بتتهيج على طول. طبيعي اي حاجه، تراب، شمس، حر، اي حاجه. تمام. اي حساسة. بالظبط كده، بتتهيج على طول. وطبعا انا هبتدي اهرش، هبتدي تحمر طبيعي. طبيعي. تمام. طب تنصحيني انا شخصيا بالعنايه الليليه بايه؟ العنايه بالبشره الليليه الصبح وبالليل بقى، يعني اصحى الصبح اعمل ايه وبالليل اعمل ايه؟ الصبح مش فاضيه فانا عاوزه بالليل. لا، ده هو بالليل هو الشغل كله بالليل. والله يعني الصبح مش مهم. لا، مهم طبعا، مهم جدا الصبح ده، مهم في النظافه. تمام. اللي انا انضف بشرتي كويس جدا، احط لها التونر، بعد كده انا براحتي. تمام. عايز احط ميك اب اوكي. ما احطش ميك اب عادي جدا، بحط السامبلوك واخرج. ده الصبح. تمام. انا مش محتاجه اي حاجه. اوكي. تمام. بالليل بقى اي حاجه عايزه تحطيها على بشرتك تغذي البشره وتديها نضاره وانتي نايمه، هو بالليل. هو شغل البشره كله بالليل. تمام. زي ايه؟ اوكي. فدلوقتي لازم تعرفي نوع بشرتك ايه علشان تعرفي برضو. يعني البشره الدهنيه بلاش الزيوت والزبادي والكتير والغدوه اللي بيعملوها على وشهم بلاش. بصي، الوصفات الطبيعيه جميله جدا، بس المهم ان انت تعرفي بتعملي ايه، استخدامها ازاي بالظبط. لو مناسبه ليا ولا لا، مناسبه ليكي ولا لا. تمام. وبعدين اي حاجه قبل ما استخدمها سواء طبيعيه او انا شارياها لازم اجربها هنا. هنا. الجزء ده اقرب حاجه هحطها على حته صغيره، والله ما عملتليش تهيج، ما عملتليش حساسيه، ما عملتليش اي حاجه، يبقى انا تمام. اكمل. فهمتي؟ زي الفل. بالليل مهم جدا الكريمات بتاعه الليل لو انا هشتريها. لو انا هشتري بيبقى مكتوب، على فكره هم ما بيكتبوش كريمات ليل ونهار كده اعتباطا، لا خالص. كريمات بالليل دي بتبقى مزوده بفيتامينز علشان البشره بتبقى يعني شغاله بالليل، بتمتص كويس واكتر شغلها كويس، فبتبقى مفيده جدا. لازم تحط حاجه، ما فيش اي حاجه خالص. زبده الشاي من الحاجات الممتازه جدا ان انا ممكن احطها. البشره الدهنيه تحط حاجه بسيطه جدا بالزبط. او تحط مع دهنيه او تحط مع زبده. طيب الشاي مختلطه نفس طريقه التي اللي انت قلتيها من شويه حبوبه، لو مختلطه مع زبده الشيا يبقى نظامها ايه؟ بحط على اماكن الجافه فقط. اوكي. والبقيه اللي فيها الدهنيه بحط الحاجات اللي هي شويه يعني ليكويد، ما بحطش حاجه كريمي قوي علشان ما تقفش.
تمام. عشان يعني ما تضغطيش على المسام يعني. طب احنا كده اتكلمنا عن الكريمات، عاوزين نتكلم عن العنايه الطبيعيه في البيت، يعني ممكن يكون ايه؟ بصي العنايه الطبيعيه انا بحب جدا القهوه. واو. القهوه اكتر من رائعه للجسم كله على فكره. فيكي القهوه دي تعملي منها سكراب. تمام. وتعملي منها ماسك وبتعالج يعني القهوه بودر ولا انا خلاص شربت الفنجان والعجينه بتاعته؟ انت شربتي الفنجان دلوقتي واتبقى فيه شويه خلاص عليه سكر عليه طبعا داب. طب انا عايزه اعمل سكراب، هعمل ايه؟ هحط له معلقه سكر كمان افرده على وشي بعد ما طبعا اكون نظفت. تمام. غسله وشي على الباقي، معلقه سكر على البقيه اللي بقى في الاخر في الفنجان ده اللي هو التفل يعني. اوكي. طبعا سكر خشن شويه اللي هو بتاع التموين ده عشان يعمل سكراب، او سكر لا على فكره لا خالص مش مهم، انا المهم عندي ان هو سكر مش لازم يكون خشن. الحبايه الكبيره دي انا مش عارفه سكر التموين اللي هو ايه، بس بيبقى الحبايه كبيره وبني كبيرة. مش مشكله كده كده هو بيدوب لو كبيره قوي، المهم ان انا ما يبقاش الحاجه خشنه قوي عشان دي بشره الوش لازم اي ادلعها يعني. فبحط بفردها على وشي وبعد كده بحركات دائريه بالراحه. اوكي. وبغسل وشي من مده دقيقتين، ده كده انا عملت سكراب. بعد كده برطب، احط بقى المرطب اللي انا عايزاه. ممكن ارطب برضو بالقهوه، برضو شويه قهوه واحط عليهم زيت زيتون واحطها على بشرتي. حلوة. لو انا بشرتي ما يديش لون غامق شويه خالص ولا ما خالص زي الشعر كده ساعات لما بنحط مع الحنه قهوه بيغمق، فما يديش لون غامق على الوش. مين قال لك هو بيغمق وقتي؟ انما انت لو غسلتيه هتنزل كلها. تمام. اوكي. طيب. فدي من الحاجات الممتازه، البشره الجافه تتحط مع القهوه ليمون، البشره الدهنيه تتحط مع القهوه زيت زيتون، زيت جوز هند. جميل. قصدي العكس، البشره الجافه يتحط مع القهوه زيت، والبشره الدهنيه يتحط مع القهوه ليمون. لا ده انت موسوعه يا حبوبه، احنا عايزين حلقه. لا موسوعه حلقات. عايزين حلقه تكلمين عن المسكات الطبيعيه زي القهوه. يعني انا بحب بميل قوي للحاجات الطبيعيه. بصي انا عايزه اقول على حاجه سريعه لان انا ده كتير بيقع في المشكله دي. لما باجي انظف بشرتي بمسح بشرتي باي تونر اي حاجه، يا جماعه احنا نستخدم القطن ده، القطن اللي هو عامل زي القطعه كده، القطع بتيجي هي بتشتريها هي كده. اوكي. تمام. القطن المدور ده اكتر قطن مناسب تمسحي بيه بشرتك. ده ليه؟ لانه مضغوط اللي ما فيهوش الشعرايه اللي بتتسابع على الوش بالظبط كده. دي ممكن وانت بتمسحي اصلا بتسد المسام. يعني هي القطن العاديه، القطن العاديه اللي بنجيبها اللي هو الكيس اللي من الصيدليه. أيوة. لا خليني استعمل القطن المضغوط بتاع الصيدليه برضو يا حبوبه بتاع الميك اب. تمام. طبعا من الصيدليه، من اي محلات ادوات تجميل. طيب. وات ايفر. نورتيني يا حبوبه والله. حبيبتي ميرسي. ومش عارفه الفقره دي انا ما ببقاش عايزه اقفلها سريعه جدا ولا انا ببقى عايزه اخلص. انت لو سبتيني انا اللي بكره ممكن عارفه اللي هو ايه، معلومات شخصيه صراحه يا جماعه. صراحه وانا برضو والله انا بحاول اقول بسرعه يعني علشان يعني حبيبتي نوراني والله كل حلقه يا رب تبقى معلوماتنا النهارده جميله وحاسه انها ناتشرال اكتر وحاجات من الطبيعه، القهوه وزيت زيتون وحاجات كلها جميله بتتناسب مع البشرات كلها، لان اي حاجه بنرجع للطبيعه فيها اكيد بتبقى نافعه مش ضاره زي الحاجات الكيميكال. نورتيني يا حبوبه. نورتيني يا ايمي النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه مقبله جديده. وتحيا الستات.